الأحبان في هذه اللحظة عرفتي مدمرة والله. كما كتعرفوا جلست 3 شهور مع الوالدين، صراحة كاع ما سخيت وبقيت كنقول كون غير عطيتهم الوقت، كون غير درت معاهم هذه الحاجة، كون كتبقاي تألمي ضميرك تيألمك، كتكوني معاهم وما كديريش شي حوايج كنتي باغا ديريهم. الحمد لله. وبغيت نجاوب واحد الأخت اللي كتبان لي هذه يمكن واقيلا حفرتها كاع ما غتحفر ليها، قالت لي واش عاوتاني راجع عند جدك وجداتك تستغل ليهم. كنحمد الله ونشكروا للنصارى، ما كيعرفوش لغتنا وما كيعرفوش الحقد اللي عندنا في القلب، ماشي كلشي ولكن واحد الفئه اللي ما تيبغيوش الخير لبعضياتهم في هذه الغربه هذه. الحمد لله اللي لقيتهم هما، ما لقيتكش اختي انت تقليد عليك الا جيت الباب داركم وما سديتيهاش ليا في وجهي. ما تجيبوش التقضيه، ما تجيبوش التقضيه ودني منكم. شوفوا الطريق كي دايره، ما تجيبوش التقضيه. اللي جاي من المغرب يجي غير برجليه. عرفتي شحال كتضربي بالباليزات؟ كتضربي مع شحال كولومي باش تدوزي في الديوانة؟ شوفوا شحال كتضربوا، ها شوفوا الدروش كي دايره الدنيا، شوفوا شحال من دوره، ها الدورات كاملين بالباليزه، الدورات كاملين ما توصلي حتى يغفر لك ربي ذنوبك. ما تجيبوش الثقل من المغرب. الحمد لله انا ما نتقلاش، بعدا كنحمد الله ونشكره. الناس راه كتموت بالباليزات، كتموت. كي دايره الدوره؟ ها شوفوا شحال الدروج هبطنا، الدروج كاملين بالباليزه، ها كلشي هادشي شتو. حنا عاد نخرجوا الديوانه دابا من هنا. ما تجيبوش الثقل، عاودني منكم، ما تجيبوش الثقل، ما تجيبوش الثقل، اجيو غير بريوسكم. هذا الشيء راه صعيب بزاف. عطي الصخره شي واحد يديها ليك وسيري بيدك طوالين، راه واحد تكرفيصه الناس عرفتي كتموت هنايا بالعيا. ها نتوما حنا دابا وصلنا للديوانه، هنايا دابا الديوانه، الناس عرفتي كتموت بالعذاب. شوفوا ها بان حنا باقي ما وصلناش، لقيت واحد المتتبع من الناظور، تحياتي للناس الناظور. قال لي يا فوتوكوبي ديال بنت عمي. تبان تبان ها ها هو. تحياتي لبنت الغلبه. قال لي كنت كنتمنى نتلاقاك سبحان الله، انت لقيتيني في الكار هذاك. الله يحفظك اخويا، وتحياتي للناس الناظور من الريف ياك. ايوا عطي تحيه للناس ديال بلادك لا يدقدقوك. تحياتي اليوم راه جيراننا الله يعمرها سلام. قرابين حنا باقينا 3 السوايع على سراغوسا دابا. الناس راه عاطين كلشي كيتقهوى وشربنا واحد العصير وان شاء الله نكملوا الطريق. ايوا هادشي اللي كان الكار، راه هو الكار احسن كار جيت فيه والله العظيم. المهم ان شاء الله نكملوا الطريق وهانتوما معانا. الكار بقينا حنا 1 2 3 4 5، بقينا 5 الناس. غادي وكيحط غادي وكيحط مازال ان شاء الله. سراغوسطا باقا ليا 3 السوايع وزيد عاوتاني من سراغوسطا لطراغونا وقيلا يمكن شي ساعه وشي حاجه ولا شي سوايع، مازال ما نوصل. احبان حنا في سراغوسطا ومشيت غسلت وجهي. شوفوا رجليا كي دايرين، امو الكار مسكين كيتسنى. المهم حط واحد جوج تاع الناس هنا في سراغوسطا، باقي لنا شي جوج ديال الناس اخرين ان شاء الله يا ربي. ها هما راه الكار كيتسنى. شوفوا السبردينا هاد الشنتيفه يا اختي. المهم غسلت بعدا غير وجهي باش ترجع فيا الراحه باش ما نزيدش نعس حتى نوصل ان شاء الله. نوصل هانتوما معانا سراغوسطا. يبان اني مع المتتبعين كيتصوروا معايا، معايا واحد الزين ديال العالم، واحد السيده اللي ما شفتش بحالها، واحد الاخت اللي مسكينه مي طلعت الباطو وتذوق هذا وتدور عند هذا. وانت اش خصك؟ وانت قلت لها انت كثار مني انت يا كاع تباني. ها هي مرحبا بها، ها هي عطيت تحيه لمن بغيتي. والله باش بحال هاد السيده. وشكرا. الله يحفظك. والله باش بحالك والله. مسكينه غاده وتذوق وهذا اش خاصو هذه اش خاصو. صراحه والله الا عجبتيني والله العظيم. الله يحفظك ليا حبيبه، الله يوصلنا على خير. حنا في ستاسيون تاع لي ريده، من صورت لكم داك الفيديو داك المره انا كنت كنبكي 7 الصباح غاديه وكنت ما عارفه عاد من نمشي. الله الا وصلت هنا ولا نتفكر في خبركم الكار كامل خويا. بقيت غير انا انا دابا اللي غادي نمشي. هذا بطات مسكين هذيك المتتبعه هي وداك الدري مسكين. ستاسيون لي ريده، تحياتي للناس ديال ريده كاع المتتبعات اللي كنت جيت لعندهم، تحياتي لكم كاملين. لبان حنا يلا هبط. بغيت نقول لكم واحد المشكل واجهته دابا، ما عنديش صراحه، عندي غير عندي 50 ديال الاورو ومول الطوبيس ما بغانيش نصرف 50 اورو. الشنطه ديالي رديناها معانا، المهم ما بغاش يصرف ليا مول الطوبيس. ودابا غادي نمشي نشرب شي حاجه باش يصرفوها ليا باش نرجع نركب الطوبيس. شوف الطوبيس وضحى 50 اورو ما بغاش يشدها مني.
قال لي ما عنديش الصرف، ما يمكنش يتخلص منك ب 50 اورو، لا 50 ولا 20، ما عرفتش علاش هاد القضيه هذه ما فهمتهاش. فلي هذا غنشرب واحد القهيوه نعدل بها الدماغ صافي، ونرجع نخلص الطوبيس ونمشي على ما يجيني الاخر، حيت صافي راه خرج عليا واحد دابا مشى حبان. انا كنشرب القهيوه ديالي وحنا جاتي غتكون عاقلين على البلاصه اللي كنت كنفطر فيها في هذيك ايامات، ايامات النحس اللي كنت هاز حوايجي وكندور. المهم هيا كنشارجي التليفون باش نعيط للوالدين، هو راه دايره كيتشارجا، والقهيوه ديالتي ها هي وها هي. وشوف صرفت 50 اورو على جوج الاورو ديال الطوبيس، يعني ما بغاش يهزني ياك 50 اورو ما نشدهاش عليك، وانا ما عندي ان شاء الله كرد البنك راه ما فيها حتى فرانك، راه داو هذوك ولاد الحرام، هذيك 50 اورو رديناها مسخنا لينا جيبنا، قال لك لا ما نصرفها لكش. بقى لي والو نوصل قريبا لحدا الدار. جدي وجدتي قلت لهم باقي ما جا الطوبيس غنصدمو، ها عارفين نين. هولا حل الباب مسكين. عادة ريما في عاداتي القديمة، ماذا أختي راه رجعتي لدارنا؟ سمعوا جداتي في الدروج، سمعوا جداتي كتبدا ماشي هي. حنا سدينا السلام عليكم. السلام عليكم أختي، توحشنا بلايلة توحشناك. سراندو بويرتا الأحبة. أنا كاع ما كنتصدم من جداتي، ديما فاش كنغبر على واحد المدة وكنجي صراحة ما كتقبلنيش، تقول لي انا ما بغيت حتى واحد يسكن معايا، بغيت نبقى بوحدي. انتما غتسمعوها في الفيديو، قالت لي انا ما غنجريش عليك الزنقه، ولكن ما نبغيكش تبقاي معايا دائما، واخا هكاك عندي عزيزه 98 عام مرا كبيره، شنو غدير؟ كتجيب عليا الفشوش. ها يا مانيا تودو مي بريغونتا مي مانيا مانيا. شوفوا دبرات وجهها قالت لي ما تصبرينيش، شتو كيكون كل الباكيت اللي تريا ان لا بيو نو بيرسي بروبليما. بزاف الناس كيقول لي عاوتاني رجعتي لجدك، اش هي بنت وغنتحرك المستقبل ديالي خصني نقلب عليه، ماشي خصني نبقى قاعده هنا. دابا راني داويه وهي معصبه قالت لي ما تهضريش. المهم يلا خوتي ما نبرزطاش. نو ماني انا مي بوي نو كارينيو يو مي باسو اكي باراديخو لاس كوساس كي مي كومبرو سي انا مي بوي ماني انا بويا بلاغير. بدا خوتي نمشي نقلب على شي بيت. والله ياخذ فيكم الحق، هادشي اللي نقول لكم كاع اللي كيدوي معاه في الزنقه وكيقول لها شي حاجه، الله ياخذ فيك الحق الى يوم الدين ان شاء الله. ان شاء الله انا غدا غادي نرتاح شويه الصباح نضوش، قالت لي ما نخرجكش الزنقه. ايه ادوار اباموس ابير سيتي رومبي ار نو شيك متايت ارفو وما لا تيتا لا رايكم مونتون نو اي اون كوسا بارا لا كوسينا. Bueno, esta ropa es mía. ¿Para qué? Esta es mío. Mira. Para la comida. Ah, oh, sí, de espera. Tema. Cuidado, ¿eh? Pero la... ¿Al que no aviso, Katri? No. Ah, José, la manso. ¿Cuál es la doyet, la mano? La cocina, yo ya. Hasta la gartita. ¿Y acá, mamá? Estoy toda ¿Tú quieres? Vive tranquila, no quieres gente. Sí. Se va a quedar sola. Porque ya no estás contenta con el regalo. Está muy fuerte. Ya lo veo ya. Mira. Ya lo veo. ¿Qué? Ah, es una barata. Sí, está corta. Camisón. Majo está este. Más corta, ¿eh? En Marruecos. Ahora sí. Ahora, ya sí, más grande. Mira. Ya sí. Para ti. Mi madre me manda, ¿no? Mi madre. Para el... ¿Cuánto coge el miel? Así. Mira, está otro camisón. Este me gusta más. Esta. ¿Este de color? Sí. Me gusta más. Toma. Que el colorado. A ver. Toma. No, esta no. Ah, no. Esta para ti. Uno para Pili. Ah, vale. Pues, uno para ti, uno para Mari Carmen también. La Mari Carmen hace tiempo que no la vemos. Esta también. Sí, azul. El azul me gusta mucho. خليت اخوتي الماعز، قلت لكمش بانني ما جبتش الماعز كاملين، خليت كلشي الزلايف اللي شريت ليهم والمعارك. فين؟ هذا سي الصابون ديال هذا سامبيان، اون باراتي
¿Y eso para qué? Una para el pelo. Ah, en vez de cepillo. Es muy buena para el pelo. No tenía. Claro. Cuchara de palo. معلقه ديال هنا كي ماس اي ماس بوماداس يا اخويا مرا هاي اوه شي لي باش تخو غرام انا كنت مرا توما هاي اوترا غرافيت كارينيو هاي اوترا وي انا مزيا يا ستا خلي خونتا يا لي ساكابا Con la pinturón de vestido. Y tiene camisetas largas, ponen esta. Tengo. Y ahora pintura. Te puedes ir metiendo. Uno Escúchame. Para ti, uno para Pele. Eso de 24 horas, pintura. 24 horas. Tiene que poner agua solo 2 horas, solo. Ah, vale. Solo 2 horas. Así. Para aguantar mucho tiempo. Sí, ya lo sé, esa. Sí, así. Esa es mejor que la de Y después, poco de aceite, ya está, sí, para sí. todo el año. Yo la que tengo allí, la